بغيتو تعرفوا شنو جازهركم اليوم؟ ايوا اجيو معايا نكتشفوا جميع. غادي نبداو عندك يا برج العذراء اللي اليوم هو يوم جيد وواعد مهنيا بالنسبه ليك، غتحصد فيه الدعم والتأييد وغتلاقى شخص جذاب غادي يكون ليه اثر ايجابي في المهنه ديالك. خفف من تدخين وتناول الكحول بكميات كبيره في سهراتك وحاول تكون معتدل. وعاطفيا كتوضح الامور العالقه بينك وبين الشريك بفضل الاراده الصلبه والقدره المدهشه على المثابره والتفكير السليم والواعي. ونمشيو دابا لعند برج الاسد اللي كنتي متمسك بوجهه نظرك ومقتنع بها كل اقتناع، فما ترددش وطرحها وحاول تشوف الامور بتفاؤل. تجنب الاجواء السلبيه اللي يمكن ليها تهدد سلامتك وانتقل لمكان كتحس فيه بالراحه. اما في حياتك العاطفيه فالثقه والاخلاص مع الشريك ابرز عناوين العلاقه الناجحه وهذا كيدفعكم لتفعيلها. وانت يا برج السرطان جايك احداث في الطريق اللي غتخلي انعكاسات ايجابيه على شعبيتك وعلاقتك الشخصيه والاجتماعيه في محيطك. ودبر راسك، حنا حضرناك على صحتك. وإلا كثرتي من تناول المهدئات بعد الظهر فغد ما تستغربش الارق بالليل. اما عاطفيا خاصك تكون اكثر حذر في خياراتك المقبله وغادي تكون عندك مطبات في عرض جديد غيتقدم ليك في غضون الايام المقبله. وندوزو لعند برج الجوزاء، ما تكونش ضعيف امام العثرات وشدائدها وما تسمحش للاخرين اصحاب نيه سيئه يوضعوا العراقيل قدامك، بل حاول تحطم خبتهم ومكرهم وما تساومش على حساب صحتك من اجل الحصول على مبلغ زهيد مقابل ساعات عمل اضافيه غادي ترهقك. وفي حياتك الخاصه حدد طبيعه علاقتك مع الحبيب وما تدخلش في نقاشات انت عارف انها غتزعجه وممكن تسبب ليه النفور منك والابتعاد. وبالنسبه لبرج الثور، اليوم ممكن تطرا احداث خارجه على ارادتك غتزعجك وتثير ثورتك، فاياك ان تجازف بنجاحك وبمكانتك بسبب بعض الانفعالات. وقم بنشاط يخليك في حركه بدل الجلوس مشاهده التلفزيون تناول الطعام. اما عاطفيا غامرك جو ايجابي لطرح افكار جديده بغيه تطوير العلاقه. استفد قدر الامكان وما تضيعش الفرصه حيت ما غتعاودش مره اخرى في المدى المنظور، والعيد غير مره في العام. والزهر اليوم كيقول برج الحمل غيحاولوا بعض الزملاء النيل منك او على الاقل تشويه صورتك والحط من قدرات العملية أمام أرباب الشأن، فكن حذر وما تضعفش قدام المغريات اللي كتدفعك للإفراط في تناول الطعام. فيما يخص حياتك العاطفية، لا تنازلتي الشريك في الأمور الأساسية فعول عليها، راك غتواجه لاحقا مواقف أكثر صعوبة وغتجهز على المواجهة في الامور الكبيره. ونجيو عند برج الحوت، اليوم غتاح لك فرص لاستثمارات ماليه مربحه، حاول تستفد منها والوقت غير مناسب اليوم باش تقوم باي تغيرات اللي ما غتكونش في مصلحتك. واحتم مصالحك من فورات الغضب وحاول ما تبقاش تشاجر مع حتى واحد حيت هذه الفتره ممكن تحمل حوادث عابره وعكه صحيه وتراجع كبير في الحظ. اما عاطفيا ما ترددش في الاجابه على الاسئله المحرجه اللي كيطرحها عليك الشريك، فهو كيعرف مزيان اللي كتمر به من ظروف دقيقة. والنهار ما طلعش فيه الشمس عند برج الدلو، خاصك تكون حذر في تصرفاتك وعارف راسك اش كدير حيت بزاف ديال الاشخاص كيترقبوا اخطائك وكينتظروا اقرب فرصة مناسبة للنيل منك. ونفسك كتمنى غير ترجع لايام الخوالي وتسترجع صحتك، لكن للاسف الامر اصبح مستحيل واللي مشى ما كيرجعش. حياتك العاطفية ماشي هي هذيك، ما كتشعرش بالاستقرار في علاقتك بالشريك وكتسول نفسك لفين قيدك هاد العلاقة، وخصوصا ان افقها غير واضح. وندوزو لعند برج القوس، لأفق واسعة واحتمالات شتى وتنسيق غيريحك من قلق وغيصحح ليك بعض الأوضاع. وخفف من المأكولات الغنية بالدهنيات والنشويات واللحوم. وحياتك العاطفية كتحمل ليك جو من المصالحة أو لقاء أو عودة للحظات عاطفية جميلة كيف ما كانت منذ الزمن، غدفعك تنتعش مجدد وتقدم على خطوات مهمة جدا. وصلنا لبرج العقرب اللي كتقضي طيلة اليوم باجتماعات مهمة كترتب عليها قرارات حاسمة وغتلقى الكثير من عروض العمل المغرية. ودقق مزيان في كل ما كتناولو من مأكولات وخفف المقالي ولا سيما بالمساء. أما عاطفيا غتوجه بعض الملاحظات للجيب ديالك، حول تصرفاته وغتناقشو بها وغتقدم من جهتك بعض التنازلات باش تنجح علاقتك به. اما انت يا برج الميزان فمهنيا غتجتاز العقوبات وغتكون سعيد بانجازك، غترتفع معنوياتك مجددا وغتبرهن للجميع انك صاحب موهبه فذه وقدره كبيره على الابتكار. واش هبلتي باغي تبرونزا في هذا الوقت؟ ما تعرضش نفسك لاشعه الشمس حيت بشرتك حساسه بزاف. وعاطفيا تبدو الافكار واضحه وراك غتكون قادر على تحقيق ما تريد وكترغب في اخذ المبادره بعد تعب الايام الماضيه. وغنختموا عندك يا برج الجدي اللي كتحاول تنهي مهمه كتشكل عائق بالنسبه ليك باش تنطلق بمشروع
جديد مهم بزاف كتبرهن من خلاله ما انت عليه في الواقع، ولازم تخفف قدر الامكان من تناول المشروبات الغازيه ولا سيما خلال تناولك الطعام. وعاطفيا كتنتابك شكوك تجاه الحبيب وكتشعر انه غامض بينما الحقيقه انت اللي غامض. مشاهدينا وصلنا لنهايه ابراجنا لهذا اليوم، غادي نوداكم حتى نتلاقاو مع ابراج غدا، تبقاو على خير.